تختار اي ورقه من الكارته احفظها ورا هالكاميرا وانا ما اشوفهاش. تمام، حطها في النص. حط ورقتك في نص الكارته. تمام، شوف نبيك تقولي ورقتك. تعالي قولها. تعالي هي بتركب فوق. هذه ورقتك الخمسة صح ولا لا؟ شوف عندك هذه ورقتك الخمسة. نبيك تاخذ الخطة تفتحها. تمام، وقع عليها أي حاجة. تمام، ناخذوا هذه الخمسة نطبقوها. نبيك تشد هيك زي ما شد هنا. شدها كويس. تمام، شوف وانا عندي ورقة ثلاثة. نوقع عليها حتى انا ندير مثلا حرف R. تمام، لو انت عندك ورقتك موقع عليها وانا عندي ورقتي موقع عليها. شوف ورقتك شنو هي انت؟ خمسة، خمسة دبان، وانا ورقتي اللي هي ثلاثة صباطة. شوف انا شنو عندي؟ ثلاثة. ثلاثة هذه الخمسة بالتوقيع. شوف اللي عندك ورا هالكاميرا. نور والله نور. خليها ذكرى عندك. نور صحيح. شوف نبيك تاخذ اي ورقه تبها احفظها ما تخلينيش نشوفها ورا الكاميرا. تمام، شوف حطها في النص. شوف قولها تعالي ترى. تعالي ترى. هذه ورقه صح ولا لا؟ شوف نبيك توقع عليها اي حاجه. بالضبط، شد الموطة. هذه المجيرة. طبقها على أربعة. نبيك تسكر عليها بسنونك. بسنوني؟ إيه، شدها هيك بسنونك. تمام، شوف عندنا هنا الأربعة نبي نوقع عليها هنا. نكتب عليها أي حرف مثال مثلا إم. تمام، شوف طبقها. نسكر عليها حتى انا. ركز معي، انا عندي الاربع اللي موقع عليها وانت شنو عندك؟ المجيره. شوف هذه المجيرة اللي اخترتها بالتوقيع. شوف الورقة اللي عندك. الورقة اللي اخترتها. لا ألبة هذه، ألبة ولا لا ألبة. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. ختام حلقتنا اليوم مستضيفين احد مشاهير السوشيال ميديا وممثل مسرحي بديع قريش. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. شو رايك في العاب الخفه؟ شو فكرتك عليها يعني العاب الخفه؟ والله فكرت عليها اني يعني ما عنديش قصدي يعني ما عنديش عليها خلفيه قويه هلبة، لكن نعرف ان العاب الخفه مش اي حد يقدر يتميز بها. صح، مش اي شخص يجي يقدر يلعب العاب الخفه ولا يتميز بالحاجه دي الا الناس الموهوبه وعندها موهبه كبيره في المواضيع هاي. عبد الرحمن حدير لك خدعه توا. تو بنجرب معك خدعه، نشوف انه ديره عادي. تمام، شوف وري الكاميرا تاكد منها. وتعال وقع عليه على الدولار، تاكد منه يكتب ديرت اي توقيع على الدولار. اي مكان عادي. تمام، وري توقيع الكاميرا. تمام،
شوف توا بناخذ احنا هذا الدولار. شوف معي بناخذ الدولار بنحطه البيرو في النص تمام. بنشرك الدولار تمام. يعني هو شرك بدك تشد من الحاشيه هذه. ده هو يعني البيرو ناقب الدولار من النص. نحرك البيرو كانه يتحرك وياخذ معاه في الشركه اللي نقبتها. تأكد من الدولار وري الكاميرا الدولار. سلام مقوم الرحيل. تأكد حتى من البيرو مرة ثانية. لا بعدك تبغى شيء. خلاص كمية مية بعدك تشاو. ما أدري ليش ألعاب خفة. برافو في الحق. بعد ما رأيت الموقف هو اللي صاير قصدي معاه. مش أي حد يقدر يدير حاجة زي هذا. أكيد. كيف قدرت إنك أنت تدير شيء زي هذا؟ أكيد هي ألعاب خفة لكن رأيت لما يبدأ مرات في لعبات يعني مستحيل إنك تجيب ليهم حتى طريقة تحسهم يعني مستحيلات. فاهم عليك لكن الموضوع هو لو تجيب لشخص قصدي ما نعرفش إن في ألعاب خفة واحدة بتدير معاه الموقف زي هذا. يقول لك ان انت في موضوع سحر ومواضيع زي هذه يعني كيف تقدر تقنع انه هو ما هوش سحر الشيء هو اللي درته انت توه مرات تطلع سحر يا رسمي يودي منورين منورين ربي يحفظك ان شاء الله بارك الله فيك